إلينا عبر الهاتف الرائد سمير بوشحيت المكلف بالإعلام بقيادة الدرك الوطني. أهلا وسهلا بك في برنامج الشروق مورنينغ. صباح الخير لكم جميعا ولكل مشاهدي قناة الشروق نيوز. إذن سيد بوشحيت، كل مرة يعني نسمع على مشاكل في الطرقات، حوادث مرور، ولكن تم رصد هذا المرة خليني نقول حوادث مرور كثيرة هذا العام، ليس كذلك؟ وخاصة في هذه الأيام تحديدا. نعم بالفعل، يعني في الآونة الأخيرة تم تسجيل عدة حوادث مرور يعني جسمانية ومميتة، بعضها جسمانية وبعضها مميتة، كانت على مستوى شبكة الطرقات الوطنية كما قلت بالطريق الوطني رقم واحد، كذلك بالطريق التيار شرق غرب، وبعضها بطرق وطنية غير مزدوجة، أدت إلى تسجيل عدد كبير من الضحايا، حوادث لحافلات نقل المسافرين كذلك كما يعني رأيتم خلفت العديد من الجرحى. كما قلت كذلك تم تسجيل حادث مرور البارحة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بولاية تمراست حوالي 160 كيلومتر شمال إنمقل، والذي خلف وفاة 8 أشخاص للأسف الشديد وإصابة 14 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. إذا تنقلت وحدات الطرق الوطني إلى المكان من أجل القيام بالمعاينات الأولية وتقديم يد المساعدة للمواطنين، وكذلك تم إجلاء الضحايا إلى المستشفى المحلي نظرا كذلك لبعد المسافة ويعني شبكة الاتصالات المتذبذبة بهذا المكان. إذا المعلومات يعني تبقى، سنوافيكم بالمعلومات الكافية في يعني في الحين أو في وقت آخر. بالنسبة لحصيلة حوادث المرور يعني المسجلة خلال هذه الأيام، يعني خلال هذه الفترة تم تسجيل 67 حادث مرور خلال 3 أيام، خلفت للأسف الشديد وفاة 21 شخص وإصابة 100 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. كما قلت يعني الأسباب تبقى يعني يتحملها السائق أو السواق بالدرجة الأولى نظرا لعدم اتباع قواعد السياقة السليمة. هناك من يعني حوادث اللي تم تسجيلها بسبب عدم تخفيض السرعة عند رداءة الأحوال الجوية، يعني عند تساقط القطرات الأولى للأمطار تم تسجيل عدة حوادث بكل من ولاية المدية كذلك ولاية البليدة، كذلك تم تسجيل عدة حوادث بسبب عدم تخفيض السرعة كذلك في المنعرجات، خاصة في الطرق يعني الضيقة والطرق الغير مزدوجة وأثناء الليل، يعني أثناء الليل تكثر الحوادث المرورية أحيانا بسبب التعب وأحيانا أخرى بسبب كذلك السرعة المفرطة على رأس الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث، رغم القيام بحملات تحسيسية وأخرى وقائية في آن واحد، إلا أنه ما زلنا نشاهد يعني حوادث مرور مستمرة ومتواصلة. تم كذلك وضع مخطط عمل يعني أو تكييف مخططات العمل لدينا حسب الإحصائيات المتوفرة، ولكن يبقى يعني نقص الوعي المروري لدى السواق عامل أساسي في ارتفاع حصيلة حوادث المرور. جميل. طيب سيد بوشحيت، بالنسبة لوضعية الطرقات صبيحة اليوم في مختلف المناطق كيف راهي؟ نعم بالنسبة لوضعية شبكة الطرقات خلال هذه الصبيحة، وشكرا لك على هذا السؤال. إذا نتكلم على الطريق الوطني رقم 43 بالدرجة الأولى يعني بولاية جيجل اللي راه مغلق تماما على مستوى بلدية زيامة منصورية بسبب الانهيار الكلي للطريق. إذا هذا الطريق يشكل خطر كبير جدا على مستعمليه سواء على الراجلين أو حتى على السكان اللي راهم يسكنوا بجانبه، إذا نقول لهم يعني ضروري الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن يعني تكون تتأزم الأمور. إذا لقد تم إجلاء بعض العائلات من الساكنين أو من القاطنين بجانب هذا الطريق. إذا هنا نوجه يعني نداء إلى هؤلاء العائلات، نقول لهم لا مجال للتردد على يعني ما
المساجد تاعهم اللي ما زالت متواجده بجانب هذا الطريق. لماذا؟ لانها خضعت لعده تشققات وهناك تربه يعني تنجرف من حين لاخر. اذا ولهذا يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمه قبل التنقل الى هذا المكان المتضرر. تم تحويل حركه المرور من طرف وحدات الطرق الوطني بطبيعة الحال، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت، وتم تحويل حركة عبر الطريق الوطني رقم 77 باتجاه ولاية سطيف. كذلك من جهة أخرى تم تحويل حركة المرور باتجاه الطريق الوطني رقم 27 كذلك باتجاه ولاية ميلا، حتى يعني نسمح لمستعملي الطريق المتوجهين نحو الولايات الشمالية أو ولايات الشرقية يعني بالعبور في أمان. ولكن تم يعني عقد اجتماع طارئ وتم الاتفاق على الانطلاق في إنجاز طريق اجتنابي مؤقت، طريق اجتنابي مؤقت بالمكان المسمى مشتى الجيطون عبورا بمنطقة بولخماس. إذن هناك مشروع لإنجاز طريق اجتنابي مؤقت. إذن نطمئن يعني المستعملي الطريق والسواق، نقول لهم يعني ربما في خلال هذه الأيام سيكون فيه يعني طريق اجتنابي مؤقت آمن من أجل التنقل. إذن لا مجال للتنقل على هذا الطريق لأنه يشكل خطر. إذن تم وضع مخطط من طرف وحدات الطرق الوطني من أجل إعطاء التعليمات والتوجيهات والإرشادات للسواق والمستعملين الطريق لما يعرفوش بلي هذا الطريق مغلق. طيب هناك نقاط مراقبة في هذا الطريق. طيب سيد بوشحيت، على ذكر طريق زيام المنصورية وفي ظل تساقط الأمطار المتباين والتقلبات الجوية المتفرقة يعني بين مختلف المناطق، ربما أهم الحوادث أو في ضغط على الطرقات، هل في حوادث مرور أو زيادة في حوادث المرور؟ هل في زيادة في السرعة ما تؤدي إلى هذه الحوادث المميتة للأسف الشديد، خاصة مع انزلاق التربة في مختلف المناطق وتحديدا في هذه المناطق الجبلية؟ وما هي آخر تدخلات لسجلتها كمصلحة للدرك الوطني؟ نعم، بالنسبة يعني للسواق كل ما شبكة الطرقات هي عامل أساسي في حوادث المرور أو في معادلة سلامة المرورية. لماذا؟ لأن الطريق هو عامل أساسي، فإن صالح الطريق أو إن كان الطريق جيد وممتاز هنا راح تكون يعني التنقل يكون آمن، وإن كان العكس فالتنقل يكون فيه يعني نوع من الصعوبة. إذن بالنسبة لشبكة الطرقات ونعطي أمثلة، طريق سيار شرذب خاصة على مستوى ولاية برج بوراريج باتجاه الطيف وكذلك باتجاه البويرة. إذن هذا الشطر هناك شطر على مستوى منطقة ياشير باتجاه الجهة الشرقية وكذلك باتجاه الجهة الوسطى أو المناطق الشمالية، به بعض النقائص بحفر واعتراءات كذلك وبعض النقائص لتتطلب اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل من طرف السواق، خاصة بالنسبة لسواق الوزن الثقيل يعني الشاحنات الثقيلة والحافلات. رأينا أو شاهدنا وسجلنا عدة حوادث مرورية في هذا الشطر بولاية برج بوعريريج، السبب بتاعها هو صعوبة التنقل في هذا الطريق. إذن صعوبة التنقل لما يكون الشاحنة طويلة طولتها 16 متر مثلا أو 14 أو 15 متر تتنقل عبر هذا الطريق، فلما يجد يعني صعوبة في السير ويكون بسرعة عالية يضطر يعني إلى تغيير الاتجاه، يضطر بسرعة كبيرة إلى تغيير الاتجاه. وإحنا على نعرف اللي طريق سيار شرق غرب به كثافة مرورية كبيرة جدا، إذا تغيير الاتجاه يؤدي إلى حوادث مرورية كثيرة. شاهدنا يعني منذ حوالي 3 أو 4 أيام حادث مرور يعني لشاحنة من نوع جرار طريقي عن طريق تغيير الاتجاه يعني هرب من عدة حفر أدى إلى وقوع حادث مرور. إذن هنا كذلك لما تتوفر السرعة ولما يكون فيه يعني الطريق متضرر، إذن هنا تكون في حوادث مرورية وتتسجل حوادث أيضاً مرورية منعرجات ربما خطيرة. نعم. تجاوزات خطيرة أيضا في هذا المنعرجات الخطيرة والكبيرة خليني نقول واللي يعرفوها الناس اللي يفوتوا عليه بزاف، أليس كذلك سيد بوشحيط؟ نعم نعم بالفعل نعم، ولهذا أنا أنبه من كلامي هذا
ونبه يعني جميع مستعملي هذا الطريق ونقول لهم باللي يجب اتخاذ الحيطه والحذر في يعني في بعد ما يتم رفع النقائص من طرف الجهات الوصية. كذلك الطريق الاجتنابي الرابط بين زيرالدا وبودواو في كلتا الاتجاهين، يعني باتجاه منطقة بودواو وكذلك العكس باتجاه منطقة زيرالدا. هذا الطريق الاجتنابي كذلك على مستوى منطقة براقي الكاليتوس كذلك به عدة احتراءات وعدة حفر، إذا يجب اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر أثناء التنقل، خاصة كما قلت أن هذا الطريق يشهد كثافة مرورية في كلتا الاتجاهين، خاصة خلال توفر يعني ظروف الرؤية المحدودة، لما تكون الرؤية محدودة في الليل، وكما قلت أنت لما تتوفر يعني لما تكون فيه التقلبات الجوية، تكون فيه زخات المطر، تساقط زخات المطر في الوهلة الأولى، هذا خطر كبير جدا. إذن على السواق ومستعملي الطريق تخفيض السرعة، مضاعفة مسافة الأمان بين المركبات، تفادي طيب. يعني التنقل بجانب مركبات الوزن الثقيل بما لها من خطورة نظرا لخصوصيتها لطولها لحجمها كذلك. إذن اللي راهم يسمعوا فينا نقول لهم باللي هذا الطريق يعني به بعض النقائص، اذا يجب اتخاذ الحيطه والحذر طيب. الى غايه رفع النقائص من طرف الجهات سيد بوشحيط، فقط كاضافه ربما الكلام اللي قلته، ذكرت من خلال كلامك الشاحنات والمركبات الثقيله الاوزان، خليني نقول هل وقفتوا من خلال تدخلاتكم في هذا الحوادث على انه المواطنين ما يقوموش بالصيانه دوريه لمركباتهم او لحافلاتهم، وحتى الشاحنات اللي تصير الى اماكن طويله ويعني تكون دائما في الطرقات السريعه، خاصه الشاحنات اللي تكون دائما وراها حاويات؟ نعم، في هذا الموضوع وفي هذا الشان يعني تم معاينه عده حوادث مروريه في هذا الشان بسبب نقص الصيانه الدوريه للمركبات. دائما تجد يعني خاصة كما قلت وتفضلت حافلات نقل المسافرين وشاحنات الوزن الثقيل، إذا سجلنا عدة حوادث مرورية بسبب عدم فعالية منظومة الفرامل، بسبب يعني عدم المراقبة أو توفر محضر المراقبة التقنية للمركبات، كذلك هناك من ما يقومش بالصيانة الدورية عند المراقب التقني، إذن هنا تكون فيه عدة أعطال خاصة على مستوى الحافلات، تكون في عدة أعطال ما أدى إلى حوادث مرورية، وسجلنا بالفعل عدة حوادث مرورية في هذا الشأن. تقريب نسبة الحوادث المرورية المتعلقة بالمركبات تصل إلى حوالي 4% كل سنة، إذن هذه الأعطاب وهذه 4% عدم الصيانة الدورية، يعني هكذا باش نكونوا نوضحوا المواطن أيضا. نعم 4% هو نعم عدم الصيانة الدورية. نعم 4% هي الأسباب المتعلقة بالمركبات. ما هي هذه الأسباب؟ وتعتبرها نسبة كبيرة سيد بوشحيط؟ نعم من بين الأسباب الكبيرة ربما. نعم من بين الأسباب نعطيك مثلا انفراز العجلات، يعني عدم صلاحية العجلات أو العجلات تكون ملساء مثلا، عدم فعالية منظومة الفرامل مثلا وما إلى ذلك، أو أحيانا خلل يعني على مستوى منظومة يعني التوازي وتوازن يعني العجلات كذلك. إذا هذه الإخلالات كذلك بعض الإخلالات يعني تكون على مستوى الإضاءة كذلك عندها دور كبير جدا. أحيانا هناك من تم تسجيل يعني حادث مرور ربما سي بوشحيط أشياء بسيطة مثل أضواء الجانبية للتجاوز، أحيانا السائق يخرج بلا ما يكون عنده أضواء يقدر يتسبب في حادث مميت. تم تسجيل عدة حوادث مرورية في هذا الشأن بسبب تغيير الاتجاه بدون إشارة، أو تغيير الاتجاه مثلا
لما تكون يعني سائق مثلا تكون عنده اضواء تغير الاتجاه غير تعمل، هنا يرتكب حادث مرور، بالفعل يرتكب حادث مرور. او مثلا عندما تكون مثلا اضواء التوقف غير فعاله او لا تعمل، كذلك يرتكب حادث مرور في اي لحظه عند التنقل. ولهذا قمنا بعده حملات في هذا الشان من خلال مراقبه المركبات، و ليلة البارحة كانت حملة وقائية على مستوى ولاية ميلا في هذا الشأن، وهي مراقبة أضواء المركبات في الليل. هناك سجلنا عدة شاحنات تسير ليلا بدون أضواء، خاصة أضواء التوقف، وهذا خطر وخطر كبير جدا. إذا ما عندكش أضواء التوقف لا مجال للدخول إلى طريق السيارة أو إلى الطرق الوطنية والسريعة، هذا يشكل خطر عليك وعلى مستعملي الطريق الآخرين. تم وردتنا الى يعني الى صفحة الطريق للاعلام المروري عدة شكاوي وعدة فيديوهات وصور توثق وتبين سير شاحنات للوزن الثقيل ومركبات خفيفة وحتى حافلات بدون اضواء التوقف، واحيانا يسيروا بدون اضواء يعني الطريق، وهذا أكيد خطر كبير جدا على مستعملي الطريق. إذن المراقبة التقنية للمركبات ضرورية وضرورية، قيامة المركبات كذلك ضرورية جدا قبل التنقل، وعندها نسبة كبيرة في يعني نسبة كبيرة في وقوع حوادث المرور على مستوى شبك الطرقات. شهدنا يعني عدة حوادث لاحتراق المركبات أحيانا على مستوى الطرق، يعني تحترق مركبة في وسط الطريق. هذا شيء يعني لا يمكن السكوت عليه، يجب تكون يعني قيادة المركبة عندها أهمية كبيرة جدا. طيب، نقطة مهمة جدا حبيت نطرق لها، استسمحك سيد بوشحيط، وهي ربما الخط المروري اللي يكون أو الخاص للتوقف عفوا الاضطراري، ربما ناس تستعمله بطريقة غير عقلانية، تستعمله أو تتهاون في استعماله، أحيانا ما تستعملوش بطريقة تامة أو كلية. خليني نقول، هل هذه الأمور تؤدي إلى الزيادة في حوادث المرور في الطرقات؟ في هذا الشأن أو هذا الموضوع، هو موضوع كبير جدا. استعمال شريط التوقف الاضطراري يجب أن تكون لدى سواقنا دراية تامة لماذا يستعمل هذا الشريط، وفي أي مهمة يستعمل شريط التوقف الاضطراري. شريط التوقف الاضطراري أو الاستعجالي، يعني كما يسميه البعض، يعني هذه المصطلحات كامل صحيحة، إذن لا يستعمل في التكلم من أجل يعني إجراء مكالمة هاتفية أو من أجل نيل قسط من الراحة وما إلى ذلك، لا، هذا خطر وخطر كبير جدا، سواء على الركاب اللي راهم في المركبة اللي متوقفة أو على السائقين الآخرين ومستعملي الطريق الآخرين اللي راهم يتحركوا. إذن شاهدنا عدة حوادث مرورية بسبب هذه الأفعال أو هذه السلوكيات السلبية والخاطئة. هذه مخالفة من درجة الثالثة، مخالفة خطيرة جدا. التوقف على مستوى شريط التوقف الاستعجالي مخالفة من الدرجة الثالثة، ويعاقب عليها القانون 1401 بغرامة مالية قدرها 3000 دينار جزائري. إذن التوقف يكون إلا في حالات عطب حدث للمركبة يستحيل تحريكها من الطريق. هنا يقوم هذا السائق بتبليغ الجهات المختصة، سواء الطرق الوطني عبر الرقم الأخضر المجاني 1055 أو صفحة الطريقي، ليقدموا له المساعدة في أقرب وقت ممكن، ونديروا مخطط استباقي من أجل أنه ما يحدثش حادث مرور، أو يقوم بتبليغ الجهات يعني الأخرى من أجل رفع هذه المركبة من الطريق. إذن أو في حالة حدوث مرض للسائق. طيب، فقط سؤال سيد بوشحيط، بكل صراحة، ربما المواطن ما على بالوش دواعي استعمال الشريط الاضطراري، وعلاش يستعمله وقتاش يستعمله أيضا؟ شكون المسؤول على عدم إيصال المعلومة للمواطن؟ ربما هل مدارس تعليم السياقة لأنه ما تفهمهمش بطريقة صريحة وواضحة وقتاش نستعملوا هذا الطريق، أو المواطن اللي هو يتهاون في أنه يستعمله بطريقة الصحيحة والسليمة، عنده المعلومة ولكن يريح، يحب يعي في الطريق، يحب يستنى صديق دياله ولا، والراحة، أو رغم هذا أنه الراحة عندها أماكن خاصة بها.
يبدو لي هنا يعني أنه المواطن أو السائق له نسبة كبيرة في هذا الملف أو الموضوع. يعني من واجب السائق أنه يكون يعرف قبل ما أنه تكون يعني كذلك لجميع الشركاء الفاعلين في ميدان السلامة المرورية دخل كبير جدا في تنوير المواطن. نحن دائما نتكلم ونقوم بحملات وقائية وتحسيسية على المستوى الوطني عبر وسائل الإعلام المختلفة، عبر قنوات الاتصال المتاحة للترك الوطني، حملات تحسيسية أيضا عبر المدارس المساجد. ولكن المواطن كذلك له دخل كبير جدا. يعني القانون 14-1 المعدل المتمم واضح، والقانون اللي يحمي المكفلين، هذا المواطن لما يحصل على رخصة سياقة كان يعني دار تكوين ويعني تعرض إلى هذه الدروس، تطرق إلى هذه الدروس، إذن يبقى عليه أنه ينضبط ويحترم قانون المرور أو يطبق قانون المرور، يطبق مواد القانونية. من منا لا يعرف أنه التوقف على شريط التوقف الاستعجالي أو المرور على هذا الشريط إذن يشكل خطر تقريبا، يعني نسبة 90% يعرفون هذا المخالفة، ولهذا يبقى التطبيق فقط على عاتق المواطن. إذن الوعي المروري يشكل نسبة كبيرة في التقليل من نسبة حوادث المرور. إن شاء الله كل المواطنين يلتزموا بكل الإرشادات والنصائح اللي تقدموهم لهم، وهذا دورنا أيضا كمؤسسة إعلامية وأنتم كشريك لنا في هذا البرنامج من أجل توعية المواطن بمخاطر الطرقات، بأهمية عدم التهاون في مختلف المعلومات اللي دائما تقدموها لهم. شكرا لك سيد سمير بوشحيت على هذا المداخلة، وشكرا لسلك الدرك الوطني على المرافقة الدائمة كشريك للبرنامج. شكرا لكم.